اللي معانا من مراكش عيشه. صباح الخير على راديو اسواد. اختي سناء صباح الخير، كي دايره لاباس عليك؟ صباح النور، اش الحمد لله اخبارك؟ بارك الله فيك. دايره انت بخير؟ الحمد لله اختي عيشه، الله يبارك فيك. انا اليوم حندش شد لي الخط والله العظيم، ونهار كبير حتى انا اللي كنسمع صوتك. هذا ماشي كبير، نهار غليظ مضخم مضخم والله يخليك ديما ضحكه. الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك. دغيا غادي نعطيك الوصول باش ما نضيعش لك الوقت. لا ما هادش، شو حنا نتاع وحده فيكم ما كتضيع لينا الوقت اختي عيشه، حاجه لله، بالعكس هذا برنامجكم. بارك الله فيك. دغيا زعما باش نعطيك الوصفه، غناخذوا طاجين ياك، غادي نديروا فيه التوابل. بلاتي بلاتي، شنو هي الشهيوه اللي غادي تقدمي لينا؟ غنعطيك طاجين ديال الحوت بمطيشه الحك. طاجين الحوت بمطيشه الحك. الحك ناخذ طاجين نديروا فيه ملحه، نديروا فيه البزاز كم لا سكنجبير. عيشه 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 تحميره. نعم غيب شويه غيب شويه ولا بصغير؟ لا ولكن عاوتاني ما تفتناش، خلينا نشدوا هادشي اللي غتقول. يلا بسم الله. يلا واخا يلا. طاجين نديروا فيه ملحه، سكنجبير، تحميره، نعم شويه البزار، معلقه كبيره ديال زيت العود، معلقه كبيره ديال زيت المائده، نعم ثلاثه معالق كبار ديال قزبر معدنوس مقطع مفروم، معلقه كبيره ديال مطيشه الحب، نعم صافي. ناخذ السرديل بعد ما غسلناه ونقيناه، نشدو السرديل، كل سرديله نوضعوها في هاد الترموله هادي. نسيت الثومه، نسيت الثومه سناء. ماشي مشكل، اذا نزيدو الثومه. الثومه الثومه درت الثومه ولا جوج واخا، اذا كان كبير واحد، اذا كان صغير جوج. نعم اييه. ناخذ قلت لك كل سرديل كل وحده نديروها في هاد الترموله مزيان ونحطوها على جنب. من بعد ناخذ بطاطا، واحد حبه ديال البطاطا، نعم حبه ديال خيزو اييه، نقطعهم ماشي طريف، نقطعهم دوائر، نقطعهم دوائر اييه، حتى هما نخلطهم في هاد الشرموله مزيان ونخليهم هما الاولين. عاد نوضعوا الحوت، سرديله 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 اييه. داكور مزيان مزيان. انا غادي معايا مزيان 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 صافي واخا. من بعد غادي نديرو نشدو الفيفله حمراء ولا خضراء، انا كنسوق خضراء وحمراء، خضراء وحمراء، ومن الوسط ندير واحد الطريفه ديال الحامض. نعم صافي. ونخليو على عافيه مهيله، انا كندير حتى لحد مهيله بزاف. غيجي رائع الطاجين. نعم غادي يجي رائع هاد الطاجين، تبارك الله عليك عيشه. بارك الله فيك. اي اذا اللي عجبتها فيكم الشهيوه ديال عيشه رقمها